النجار من امريكا. والدي شيخ هشام في مركز كربلاء الاسلامي. سلم عليكم، في خدمتكم سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صار عرفان عند العرف بلدة واحدة أما ما صار بلدة واحدة، نجف كربلاء الآن مو بلدة واحدة، بل الخيام هذه الأماكن المتصلة. لبيوت كربلاء إلى أين؟ إيه هاي صلاة مخيرة. بيوت النجف الأشرف إلى أين؟ الملاك البلدة الواحدة عرفان. لا هسه خو ما صاير. الجواب: انظروا إلى كتب البلاغة، كتاب المطول وكتاب الأطول. يسمى هذا الشيء وهذا النحو الخطاب هو تغيير التعبير، وهكذا يقولون في كتب أصول الفقه بأن المثبتات لا تقيد بعضها البعض الأخرى، فتكون أحدها مثبتة والأخرى نافية فيخصص ويقيد، ولكن إذا كانت كلها مثبتات فيكون من قبيل تغيير في التعبير، يكون على نحو تغيير في البلاغة، التعبير والتغيير في البلاغة. أصول الفقه همياً كمثبتات تقييد نمیکنه بعضی بعضی را، این مثبت اون مثبت، اگه یکی مثبت بود یکی منفی بود تقییید میکنه، تخصیص میزنه. وقتی اینا همش مثبتات و تغییر تعبیره، یه نوعی از بلاغته، این یه نوعی از بلاغته. يا أيها الذين آمنوا في المدينة. صحيح هذا؟ أقرأت في التفسير. إيه؟ يا أيها الناس. إيه؟ هذه نزلت في مدينة. إيه؟ ناس نزلت في مدينة. إيه؟ يا أيها الذين آمنوا في المدينة هذا الرسول. إيه؟ صحيح هذا التفسير؟ دائما مو هالشكل، جزئياً إيه، جزئياً إيه، أكو هالشكل نعم، أما مو معنى ذلك. في الروايات مو معنى ذلك أنه دائما يا أيها الناس هالشكل ويا أيها الذين آمنوا هالشكل، بل جزئيا هالشكل. بل الملاك العرف عرفا إذا اتصلت البيوت تكون بلدة واحدة. أنا أذكر بين الكاظمية وبغداد كان فاصل أكو، مو فقط الشط النهر، لا صحراء كان، وكان الفقهاء يقولون بلدتان، ونفس الفقيه اللي كان يقول بلدتان بعد 20 سنة أكثر في الأواخر اتصلت البيوت الكاظمية وبغداد قالوا بلدة واحدة. الملاك العرف بالأدلة ما عندنا دليل خاص على أنه شنو ملاك البلدتين وشنو ملاك البلدة الواحدة، وإنما في الروايات في مسائل الصلاة والصوم في السفر ذكروا أسماء البلدان: البصرة، سامراء، أمثال هؤلاء، الكوفة، ذكروا أسماء البلدان. عد كلما تتوسع البلدة، إذا من بلدة إلى بلدة أخرى البيوت اتصلت، هي تعتبر منطقة واحدة، يعني حكم واحد له. على كل مسألة عرفية. لا يعد بالقانون الإداري في قانون الحكومة، لا يعد. هذا لا اعتبار له. الملاك في كل موضوع لحكم شرعي الملاك العرف، إلا إذا الشارع هو عين الإطار لهذا الموضوع، ما
وبالنسبة لموضوع البلدة الواحدة والبلدتين، الشارع ما عين حكم خاص شنو ملاك البلدة الواحدة شنو ملاك البلدتين، فيرجع إلى العرف. السؤال حول من وهب شيئا إلى آخر ولكن وهب هذه الأمور ولم يخمس أمواله، هل في هذا الشخص الذي وهب له الموهوب له عليه أن يخمس ما وهبه إليه هذا الشخص؟ الجواب إذا لم يخمس ماله نعم عليه أن يخمسه. انظروا وما ذكرتم، إذا لم يكن هناك من شاهدين فالهبة لا اعتبار لها ولا يعلم أنه حقيقة وهب أو لا، ولكن في الهبة لا تكون حجة، ولكن في المال هناك الخمس قد تعلق. الخمس متعلق شده بأمال بله بعد موتش بدل خمسة شو. فإذا وهب على فرض أنه وهب ولم وكان الهبة صحيحة وثبت هذا الشيء، إذا لم يخمس عليه أن يخمس، وإذا خمس فلا خمس هناك. كهبه کرده این حجیت ندارم، اما در مال خمس هست حتی اگه هبه کرده یا هبه نکرده اگر خمس نداره. السؤال هل هناك تفصيل بين الرحم وذي الرحم؟ الجواب في المسألة ذكرت التفصيل بين الرحم وغير ذي الرحم بالنسبة إذا أراد أن يسترد المال، أما الكلام أنه هنا في فرض السؤال وهب هذا المال ولم يكن له شاهد في هبته هذا، الكلام في هذا المورد. السؤال إذا فارق الإنسان الحياة ولم يعلم بمقدار ما في رقبته وذمته من صلاة وصوم، الجواب ما كان يتيقن من مثلا المقدار الخاص من الصلاة والصوم بذلك المقدار يؤدى عنه عن الميت. نعم. يقينا گردن نماز روز نمدونه چقدره، اگه نمدونه اونقدر که یقینیه اونقدر که یقینیه یه سال دو سال. الجواب المكلف ما دام كان حيا وعلى عقله وشعوره فتجب عليه الصلاة. وما ذكرتم الآن في العروة قد أجاب عنه، إذا ذهب الإنسان إلى قطب الشمال مثلا أو الجنوب وكان هناك عدة أيام ليلا أو نهارا فما يصنع؟ فالكثير من الفقهاء قالوا وهكذا نظري أنا أيضا على أنه يؤدي صلاته على طبق البلاد المتعارفة. داره مسئله را اگر کسی رفت قطب جنوب یا قطب شمال که نمیدونم چند ماه روزه چند ماه شبه چکار باید بکنه؟ صاحب عربه فرموده، خیلی هم فرمودن، منم برداشتم همینه که باید طبق بلاد متعارفه نماز ظهر و صبح و انظروا المسئله في العربه لما ذكر هذه المسألة ولم يحاشي ولم يعلق الفقهاء بأجمعهم على الكثير منهم حول هذه الفتوى للمرحوم السيد، ووجهه على أنه المطلقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة. وقد ذكرت بعض الأحيان على أن هناك رواية خاصة بالنسبة إلى الوضوء وغسل الوجه ما دات عليه الإبهام والوسطى، فإذا كان وجهه متعارفا أما يده كانت صغيرة فكان يصل إلى مثلا عينيه، فهل يجب عليه أن يغسل هذا المقدار فقط بين الإبهام والوسطى؟ لا، وإنما يجب أن يغسل وجهه مثلا بمقدار المتعارف، أو مثلا كان شخص واجهه صغيرا جدا وإبهامه وسطاه كان
بنحو عادي، فهل يجب عليه أن يغسل بمقدار ما بين الإبهام الوسطى وكانت تصل مثلا إلى أذني؟ الجواب لا، لأنه هكذا بالنسبة لنازح البئر والدلاء في البئر، ووجهه على أنه موضوعات الأحكام منصرفة إلى المتعارف والمصادق المتعارفة، إلى غسق الليل بلوك الشمس هكذا إلى البلاد المتعارفة. گفتن الفاظ موضوعات احکام منصرف به مصادیق متعارف است. وقتی قرآن فرمود دلوک اقم سال دلوک شمس، یعنی در جایی که دلوک داره و متعارفه، الا غسق اللیل یعنی در جایی که غسق اللیل داره و متعارفه. السؤال على أنه هناك دليل على أنه في الوجه الغسل أصل الوجه. الجواب نعم، هذا لغة، ولكن لما حدد الشارع هذا المقدار من الوجه أي ما دارت عليه بين الوسطى والإبهام، فيأتي الإنسان بما قال به الشارع وحدده الشارع، هكذا بالنسبة إلى مثلا الهواء المتعارف في مثلا في حد الترخص مثلا الى ان يخفى عليه صوت الاذان وامثال هذه الامور، ولم يرد هذه الامور في اي روايه، ولكن لان المطلقات منصرفه الى المصادق المتعارفه نقول الهواء اذا كان طبيعيا وحيث يسمع صوت الاذان، المؤذن كان صوته طبيعيا ومتعارفا بهذا المقدار. هوا متعارف باشه، اتفاقا باد قوی نباشه از این ور که صدا رو بیشتر میبره، باد به عکس قوی نباشه که صدا کمتر میاد، با اینکه تو هیچ روایت اینا نیست. گفتن چون برای سوال حول بنی قریظه منصرف به مصادیق متعارف است، اما جاء در جاهای مختلف این رو قضیه فقها هم برش بنی قریظه یکیش هم همینه دیگه، حیث نصب الى النبي صلى الله عليه واله شيئا للنبي. الجو انظروا الجواهر وهكذا باقي الكتب الفقهية وما ورد بالنسبة إلى قضية بني قريظة ونسبة هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليست هناك أي رواية معتبرة ومستندة، إما مرسولات أو مجهلة مجهولة. السؤال حول لأن أمير المؤمنين عليه السلام قال بالنسبة إلى أن الدهر هو الله سبحانه وتعالى، ثم يقول أن الدهر أنزلني ثم أنزلني ثم أنزلني، فما المراد؟ الجواب الدهر يطلق ويراد منه مصادر متعارفة. بل هذا الدهر يطلق بمعاني متعددة من هالجهة، يعني لا تقول الدهر خاني، أنت نفسك شيطانك لازم تحددهم حتى لا يخونوك. شوفوا غفلته يعني بتقصيره، إلى قصور أكو يعني مو مقصر، لا معذور، أما إذا مقصر المقصر كالعالم كالعامد مو معذور. نعم واحد لازم يحاول مع الوالدين، القرآن الكريم بالنسبة للوالدين اللي هما مشركان كفار، لا لا لا، حتى المشرك القرآن الكريم يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني واحد أبو أم مشرك، الولد صاير مسلم، أبو أم يقولوا له تعال صير مشرك، القرآن يقول فلا تطعهما، يعني لا تصير مشركا، لا تعود للشرك،
ولكن يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حاول بالمقدار اللي مو حرام ترضيهم. اي ما يخالف، يحاول يرضيهم، يبوس ايدهم يبوس رجلهم وكذا. اي على كل يحاول بالنتيجة يوفق. الإنسان إذا حاول مرة مرتين 10 مرات 20 مرة بالتالي يوفق. على كل القرآن الكريم يقول وصاحبهما، يعني حتى لو الأب والأم مشرك ومشركة كفار يعبدون أصنام والولد مسلم، يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله يهديهم إن شاء الله. السؤال: كثرة الروايات التي وردت بالنسبة المحرضة إلى الدعاء، الروايات في القرآن أمثالها؟ ولكن مع كل ذلك هل نرى أن النبي أن أهل البيت عليهم السلام راجعوا إلى الطبيب أو لا؟ الجواب نعم، أهل البيت عليهم السلام راجعوا إلى الأطباء وإلى هذه الأمور، أحدها بالنسبة إلى نبي الله موسى على نبينا والي عليه السلام، مضمون الحديث الشريف على أنه خاطبه الله سبحانه وتعالى بأنه قال لموسى خذ العلاج والدواء، فقال له موسى ألم يكن الشفاء منك؟ فقال الله سبحانه وتعالى كما في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا الذي خلقت الدواء أيضا. ولهذا أهل البيت عليهم السلام كانوا يراجعون مكررا إلى الطبيب. وهناك روايات وأيضا عمل المعصومين عليهم السلام، وأولا يكون ثقة وحقيقة أهل خبرة، فيكون قوله حجة. أهل البيت عليهم السلام قوله حجة في جميع المواطن، وأيضا منها في هذه الموارد أيضا. حتى إذا لم يكن هناك أي شيء فالكبريات كافية في المقام، علينا القول الرسول عليكم التفريع. فقط باید ثقه باشه، بله گیری نداره. حتی اگه این روایت نداشت مراجعه معصومین، کبریات برای ما کافیه. فرمودن علینا القاء الاصول علیکم التفریع. نعم دائما موشکل رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، أفضل من الإمام الحسين، أما بقاعهم مو أفضل من كربلاء. لا مو دائما هالشكل. السؤال حول الآية المباركة: قل ما يعبأ بكم ربكم ولا دعاؤكم، فكيف نواجه هذا الآية ومسألة الدعاء؟ الجواب: انظروا، أحد الشروط الدعاء أن يقيم صلبيه بالنسبة إلى الصلاة، هكذا أيضا الإنسان إذا مرض فيدعو الإنسان وأيضا يراجع الطبيب، لا أشكال في الجمع. وباقي شروط الصلاة حيث أن كل جميعها لها شروط. إلى شروط دون شروط الدعاء ميك الشروط. الدعاء بوحده لا يكفي. أما الدعاء تنها. الدعاء شرط كما هناك أيضا شروط أخرى. لا شرط. كما إذا أراد الإنسان في مراجعته للطبيب إذا أراد أن يكون كاملا وتاما أن لا يخطئ الطبيب في وصفته الطبية والعلاجية. السؤال: الذهاب إلى الطبيب يكون واجبا أو لا؟
الجواب إذا كان هناك خطر نعم يجب، إلا فما بما هو هو لا يكون واجبا. مثلا كانت له حمى واستبراد، إذا أراد أن يتحسن بأسرع مدة وزمانا فيرجع للطبيب، أما أنه لا يكون واجبا. أما إذا كان هناك خوف من أحد الأمور الثلاثة فيكون الذهاب إلى الطبيب واجبا من باب مقدمة الوجود، إذا كان هناك موت أو تلف عضو أو التعرض للأمراض الخطيرة. فمثلا إذا لم يذهب إلى الطبيب فربما يحصل هناك نحو من السرطان. السؤال على أنه إذا لم يذهب إلى الطبيب عبادته تغيرت، إطاعته لله سبحانه وتعالى تغير بهذا النحو، هل يجب هنا أن يذهب إلى الطبيب؟ الجواب لا يكون هذا مما يوجب. مثلا إذا كان الإنسان مريضا فلا يتمكن أن يركع بالنحو العادي والطبيعي أو أن يسجد، لكن إذا ذهب إلى الطبيب يعطيه علاجا فيتمكن أن يسجد بنحو عادي متعارف، وهكذا أن يركع. ظاهر لا يجب هذا النحو أيضا، لأنه إذا لم يكن هناك القدرة على الركوع والسجود لا يكون الدليل هنا أن يأتي بالإنسان بالعمل ويأتي بالشيء حتى يكون ركوعه والسجود بالنحو المتعارف الطبيعي. لا، إنما قال إذا كان لك القدرة فبها، وإلا بالإيمان مثلا. إن شاء الله إذا رحنا للجنة وشفنا مقاماتهم إذا سلام عليكم. السؤال حول التشهد في الصلاة. الجواب المشهور بين المتأخرين أن يأتي الإنسان بالتشهد بنحو التعبير الوارد في الروايات ولا بنحو الإضافات الواردة. نعم، البعض ولم أرى هناك بنحو الفتوى، بنحو البحث العلمي في الكتب العلمية بأنه الألفاظ التي وردت هل لها خصوصية أو لها مع للمعاني الخصوصية. والظاهر أنه في مقام الفتوى يقولون بأن الألفاظ لها مقام الخصوصية، فإذا قال مثلا من أحوال الحمد لله رب العالمين من لفظ آخر لا يكون نافعا، وإذا شككنا فالأصل هو الموضوعية والخصوصية لهذه الألفاظ، وهذا الأصل عقلائي. مثلا إذا جاء بلفظ آخر سورة الحمد، أصل موضوعيته، أصل خصوصياته، ولن يكون مقبولا فلا يكون معذورا. يعني اگر به یه لفظ دیگه گفت سوره حمد را که همین معنا باشه 100% همین معنا باشه السؤال مقبول نبود معذور نیست. حيث كلام الائمة عليه السلام لا يسبق سابق ولا يحق بهم لاحق. الظاهر منه انه يكونون افضل من اصحاب جميع الانبياء، حتى أنهم يكون أفضل من مثل سلمان وأبي ذر. الجواب أقبل بأن المستشهدين مع الحسين عليه السلام هم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأخيار منهم أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب باقي الأئمة عليهم السلام، ولكن صلوات الله عليه أفضل أز أصحاب پیغمبر خوبان، لكن نفسه سلمان وأبي ذر أيهم يكون عند الله أفضل وأعلى منزلته؟ زهير أعلى درجة أو مرير؟ لا نعلم بهذه الأمور، ولكن كل ما هو معلوم ونقبله بأن أصحاب الحسين عليه السلام أعلى منزلة ودرجة من باقي أصحاب المعصوم عليهم السلام. السؤال عن القياس. الجواب أن نرفع حكم الجزئي إلى جزئي آخر، مع أنه الكبري الجامع بين الكل الجامع ليس له دليل، فإذا كان هناك دليل فيكون القائل في عدم فهم الخصوصية، وإذا كان هناك دليل فيكون فهم مناطق.
أما إذا لم يكن هناك دليل وأردنا أن نرفع حكم جزئي إلى جزئي آخر من دون دليلين، فالكبرى الكلي الزام بينهما يكون قياسا. السؤال التشبيه ما هو أيضا؟ هل هو بمعنى القياس؟ الجواب نعم، هنا يكون بمعنى القياس الذي ذكرته. يعني بخوایم حکم این شبیه را بر اون شبیه دیگه که جزئی دیگره بیاریم، این میشه همون قیاس دیگه. بله السؤال حول مبحث العام والخاص. سابقا لم يكن يتكلم كثيرا عن مسألة التخصيص، ولكن مرحوم الأخون ومن كان من بعدي بحثوا كثيرا عن مسألة العام والخاص ومسألة التخصيص، وما هو نظركم؟ الجواب غالبا ما قال الفقهاء بمعنى البداء بمعنى الإبداء، وبالنسبة إلينا يكون معنى البداء، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يكون معنى الإبداء، لأنه نحن نجهل بالمسألة. التخصيص أيضا بهذا المعنى، لأن مثلا العام يكون شيئا ثم يخصص الله سبحانه وتعالى فيكون ظاهرا عنده، ولا عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء كان واضحا من الأول، ولا يكون هذا المعنى عند الله سبحانه وتعالى بأنه كان عاما ثم خصصه الله بنحو. التخصيص بمعنى إظهار الخاص، لا أن يكون كان هناك تخصيصا دقيقا حقيقيا. الجواب الذي ذكرتموه بمعنى هو اصطلاح، وإلا فالمطلق ما يستثنى منه فهو مقيد، وما يستثنى من العام يقال له خاص. فالفارق الدقي بين العام والخاص المطلق المقيد لا يكون فرقا دقيا خاصا. نعم العام المطلق يشمل الموارد المتعددة، العام بالوضع يكون الشمول، المطلق يكون بمقدمات الحكم لا بالوضع. هذه الأمور دقية، ولكن في الخارج لا يختلف مسألة الإطلاق والعام، العام والخاص المطلق والمقيد. نعم يجب أن يكونا متخالفان، ألا يكونا مثبتين أو نافيين كلاهما أو أحدهما، بل يجب أن يكون أحدهما مثبت والآخر نافي. فالمسألة تكون خارجية، وتارة يقول أكرم العلماء وتارة يقول أكرم العلماء العدول، فكلاهما مثبت. فالعدول لا يقيد العلماء بمعنى أنه غير عدول لا تكرمهم. أما إذا قال لا تكرم أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم، معنى يظهر من أنه يكون نافيا وإن لم يذكر فيه العدول، فيكون لا تكرم الفساق منهم معنى التخصيص. فهنا بمعنى المثبتين، ونحتاج في مسألة العام والخاص والمطلق المقيد أن يكون أحدهما نافيا والآخر مقيد مثبتا. السؤال حول الفرق بين العام والخاص والمطلق المقيد، الجواب نفس الشيء، لا يختلف بين المطلق المقيد والعام والخاص، فأحدهم يكون مثبت والآخر يكون نافي. نعم السؤال حول إذا عين الإنسان في مدح أهل البيت أن يأخذ مالا بهذا الشيء، مثلا على أنه إذا قرأت هذا المدح لأمير المؤمنين عليه السلام أن
أخذ فلان مبلغ من المال. الجواب مكروه بهذا المعنى، فإنه قال أهل البيت عليهم السلام لا تأكلوا بنا، وحمل هذا الشيء على الكراهة، لا يكون حراما بل يكون مكروه. نعم سلام عليكم. بعض قالوا عرف، بعض قالوا زيارة عرفة أفضل الزيارات باعتبار أن الله عز وجل ينظر إلى زوار الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أن ينظر إلى زواره في عرفة. السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، الرجل والمرأة غير المحرم في المجالس الدينية، فما حكمه؟ الجواب نفس الشيء الذي كان من الاختلاط في مسجد الحرام، حيث هناك مثلا كانوا يتمكن النبي صلى الله عليه وآله أن يشرع مثلا بأنه على النساء أن يذهب مثلا صباحا والرجال مساء أو بالعكس، حيث أن يكون هناك هذا المقدار من المانع عن النبي صلى الله عليه وآله. الاختلاط إذا كان بنحو من الاحترام والحشمة فلا إشكال في ذلك. وإذا جاء شخص بعمل محرم فهو المسؤول عن عمله، والقضية سارية بنحو متعارف. مثلا إذا جاء الإنسان بأن يسوق في الشارع فربما اصطدم سيارته بسيارة أخرى، هل يمنع سير السيارات جميعها في الشارع؟ هناك رواية أنه في زمن الإمام عليه السلام وضع شخص يده على ذراع امرأة، المرأة غير المحرم عليه، فالتصق يده بذراع تلك المرأة، فجاءوا وقالوا الإمام الحسين عليه السلام لأنه حدث هذا الشيء، فالإمام سلام الله عليه قرأ شيئا أو قال شيئا مثلا وانفصل يده عن ذراع هذه المرأة، ولم يقل على أن لا تطوف النساء مع الرجال، وهذا نحو من الامتحان والاختبار من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله. شوي بعد شوي 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 شوي. هذا مساحة، هذا مساحة.